بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة ثانية في كورس Configuration Manager. النهاردة هنتكلم عن Role Based Access Control، أو إزاي تخلي ناس يبقوا أدمنستريتور على Configuration Manager وناس يبقوا الريبورت يشوفوا الريبورتات بس، ناس تقدر تستخدم تديبلوي أبلكيشنز بس، ناس تبقى فول أدمن على كوليكشن معينة ومتبقاش فول أدمن على بقية الكوليكشنز. الكلام ده كله موجود تحت Administration Security. طبعا انتوا شفتوا الاكونتس اللي استخدمناها في النتورك اكسس اكونت عشان نرمي الابديتس، والاكونت اللي هو الاوبريتنج سيستم ديبلويمنتس. زي ما انتوا شايفين انا هنا عندي اكونت اللي هو اسمه لاب ادمنستريتور، ده شغال للريبورتنج سيرفيس وكلاينت بوش انستليشن والنتورك اكسس اكونت. لو انت عندك كذا اكونت هتلاقيهم ظاهرين هنا، اكونت الفلاني بيشتغل مثلا كلاينت بوش، كلاينت الاكونت الثاني بيشتغل نتورك اكسس، او ممكن يكون عندك كذا اكونت شغالين كلاينت بوش ونتورك اكسس في نفس الوقت، بحيث الكونفيجريشن مانجر هيتراي اول اكونت انت كاتبه له، لو فايل هيروح على ثاني اكونت انت عامله. طيب الرول بيزد اكسس كنترول ديت زي ما اتفقنا فيها حاجتين، هو هيقدر يعمل ايه وهيقدر يعمل ايه ده على فين. فهو هيقدر يعمل ايه ديت بتبقى موجوده هنا في السكيورتي رولز. عندكم باي ديفولت حبه رولز فوق 15 رول اهم، ابلكيشن ادمنستريتور مثلا، فول ادمن، انفراستراكشر ادمن، الريبورت ريد اونلي اناليست، سكيورتي ادمنستريتور، وهكذا. اللي بيقدر يعمل اي حاجه في كل حاجه هو الفول ادمن. مثلا لو اخترنا الفول ادمن عشان نشوف ايه البرميشنز بتاعته، هتلاقي عليه برميشن في كل حاجه، في الباوندريز، في الاليرتس، في الكوليكشنز، في البوليسي، في اي حاجه. مين الادمنستريتيف يوزرز دلوقتي؟ الادمنستريتور. طب انا عاوز اضيف حد تاني، هضيفه ازاي؟ باجي هنا ادمنستريتيف يوزرز، اقول له اد يوزر اور جروب. خلينا مثلا اد احمد، ده هيبقى الرول بتاعته ايه، هديله فول ادمن. لو انت مش عاوز تديله فول ادمن، عاوز تخليه ادمن على الابلكيشنز، هتبقى ابلكيشن ادمن. هو كده لما هيخش على الكونسول هيشوف الابلكيشن بس، مش هيشوف اي حاجه تانية. لو انت عاوز تخليه سوفت وير ابديت، مسؤول عن الحته بتاعه السوفت وير ابديت، هيبقى من هنا بس. لا انا هخلي ده فول ادمن. طب فول ادمن هيشوف كل حاجه ولا هيشوف بس مثلا اول سيستم اول يوزر؟ لا هديله كل حاجه وهقول له اوكي. فدلوقتي لو جيت على سكيورتي رولز على فول ادمن، هتلاقي اليوزر كاونت بقى 2 والادمنستريتيف يوزرز بقى 2. طيب وخلينا فاكرين عشان عملنا بيه سيت اب هو الادمنستريتور، فهو بقى فول ادمن على كل سكوب باي ديفولت. طيب انا عاوز الليمت بقى دلوقتي للناس للسكوبس دي تتكمل ازاي. لو جيت مثلا قلت له برضو اد يوزر، المرة دي اليوزر اللي هضيفه اسمه است ادمن مثلا، او است ادمن، لا انا عاوز اخليه فول ادمن بس على كوليكشنز معينة. فهاجي هنا هشيل اول سيستم وهشيل الديفولت سكيورتي سكوب وهشيل الاول يوزرز وهضيف الكوليكشن اللي انا عاوزه يكون ادمن عليها. فسي مثلا انا عاوز يبقى ادمن على الكوليكشنز اللي عليها لابتوبس بس، فهاجي هنا اقول له لابتوب اول ما دوستش على الشيك بوكس، عاوز اللابتوب اول واللابتوب ديل ولا اتش بي ولينوفو، اقول له اوكي. هنا هيقول لي لا لازم يبقى في عندك حاجه اسمها سكيورتي سكوب موجوده، فخلينا نضيف الاول سكيورتي سكوبس وخلينا نضيف سكيورتي سكوب الديفولت سكيورتي سكوب، اقول له اوكي. كده الراجل ده لما هيفتح الكونسول مش هيبان له غير الثلاثه كوليكشنز دول بس،
فلو جينا كده قفلنا او قلنا له run as the front user، هو ظهر لي اهو فول ادمن. لو دفعت اللي فتحت الديفايسز ما فيش اي ديفايسز ظهر. طب لو ديفايس كولكشنز ما فيش. طب اوبريشنال جاب لك اللابتوب والديل والاتش بي واللينوفو بس، وان ما فيش اي كلاينتس فيهم فهو مش هيقدر يعمل عليهم، او ما فيش يعني ما فيش كلاينت اعملهم ادمنستريت، بس لو حاب يعمل ديبلوي هيقدر. لو حاب يعمل ديليت للكوليكشن هيقدر. هو فول ادمن بس على دول بس مش طب لو دخلنا هنا على سايت كونفيجريشن سايتس، هو موجود ظاهر عنده السايت، لو حاب يعمل ادمنستريتيف اكشنز عليها هيقدر. ليه كده؟ ده علشان احنا اخترنا الديفولت سيكيورتي سكوب، والديفولت سيكيورتي سكوب في الكلام ده، يبقى انا عاوز اقول له لا، ان ده هياخد سيكيورتي سكوب تانية فيها حاجات معينة، مش هيقدر يشوف الادمنستريشن ولا هيقدر يعدل حاجات. طب دي هنعملها ازاي؟ هنرجع هنا هتبقى في السيكيورتي سكوب، هقول له كريت سيكيورتي سكوب، هقول له كاستم سكوب مثلا، اقول له اوكي. الكاستم سكوب اللي احنا عملناها كريت ديت، المفروض دلوقتي لو جينا مثلا على سايت كونفيجريشن سايتس هتلاقي حاجه اسمها سيت سكيورتي سكوب، هي السايتس ديت هتظهر في اي سكوب، فهي باي ديفولت موجوده في الديفولت سكوب مش موجوده في الكاستم. طب الديستريبيوشن بوينت، ممكن انت يبقى عندك سايت فيها كذا ديستريبيوشن بوينت، فانت عاوز ادمن يكون مثلا على اس سي ام 01 يقدر يادمنستريت، وادمن تاني يقدر اس سي ام 02. فدي تعملها ازاي؟ تعمل سكوب اسمها اس سي ام 01 تقصينها للادمن 1، وسكوب اسمها مثلا اس سي ام 02 تقصينها للادمن 2. فمثلا يعني لو شلنا، لو حطينا ديت موجوده في قسم السكوب ودخلنا هنا في ال administrative user وهعدل البروبرتيز بتاعته، ال security scopes بدل ما هو كان اخد ال default انا هشيل ال default ديت وهديله ال custom. اوكي apply. اوكي فدلوقتي لو انا عملت هنا ال console وقفلته وهفتحه تاني بالاست ادمن، دلوقتي لو جينا هنا في ادمنستريشن سايت كونفيجريشن سايت، السايت مش ظاهره، بس لو جينا على الديستريبيوشن بوينت هتلاقي الديستريبيوشن بوينت ظاهره عنده ويقدر يستخدمها. ليه؟ علشان هي موجوده في السكيورتي سكوب بتاعه. اي حاجه تانية هنا مش موجوده في السكيورتي سكوب، الهيراركي ديسكفري لا، الباوندريز لا، سوري الباوندريز اه، باوندري جروب لا، ال كلاود سيرفيسز الابديت اند سيرفيسز كل ده موجود على الديفولت سكيورتي سكوب، فاحنا عاملين له اساين على الكاستم، والكاستم هو مالوش ليها حق غير ياكسس الديستريبيوشن بوينت وياكسس الكوليكشنز اللي احنا حددناها هنا. يبقى نراجع كلامنا تاني، احنا الادمنستريتور اكونت ده اي يوزر هنقدر نديله سكيورتي رول، هو هيعمل هيقدر ينفذ اكشنز ايه وهينفذها على مستوى ايه. المستوى ايه ده؟ ليها حاجتين، كوليكشنز و سكيورتي سكوب. سكيورتي سكوب ده علشان الكونفيجريشن او الادمنستريشن بتاع السيرفر.